صدر قرار مجلس الوزراء في شهر مايو السنة هذه بخصوص رفع نسبة التوطين شركات القطاع الخاص، وكان الهدف الأساسي منه هو تعزيز كفاءة التنافسية للكوادر الوطني. فنحن بنستهدف الشركات أو المنشآت اللي عندها 50 عامل فأكثر، والمطلوب منها تحافظ على المواطنين اللي عينتهم قبل صدور القرار في مايو وتزيد نسبة 2% من نسبة العمال الماهرة اللي عندها. يعني أعطيك حسبة بسيطة، الشركة اللي عندها من 1 إلى 50 عامل ماهر مطلوب تعين مواطن واحد فقط، واللي عندها من 51 إلى 100 تعين 2، واللي من 100 إلى 150 تعين 3 مواطنين. فالحسبة هي جدا بسيطة، والمهلة مثل ما أنت ذكرتي بتنتهي نهاية ديسمبر، يعني باقي أقل عن 49 يوم، ولا بتدفع مساهمة قيمتها 72,000 عن كل مواطن ما عينته. يعني باختصار لو كانوا 10 720,000. نعم سعادتك، ما هي حزم دعم الامتيازات التحفيزية المقدمة من برنامج نافس لتوظيف الكوادر الإماراتية؟ طيب، وفعلا تم إطلاق حزمة من المبادرات في سبتمبر 2020، وكان الهدف من الحزم اللي بذكرها تشجيع المواطن على دخول ميدان القطاع الخاص والاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكومي. بذكر أمثلة من هذه المبادرات اللي هي مثلا علاوة الأبناء، برنامج الدعم المالي، برنامج مبادرات موجودة في خصوص التدريب، وبرنامج الاشتراك، وهذا الاشتراك للشقين عندك للمواطن، والاشتراك أيضا للشركات. أنا بركز أكثر على شو اللي بتحصل الشركات كدعم. رقم واحد، إحنا عندنا منصة متكاملة اللي هي منصة نافس، يمكن طرح فيها الشواغر ويحصل المواطن على الوظيفة المناسبة عن طريق هذه المنصة. طريقة دخول المنشأة وتسجيلها في المنشأة للمنصة جدا بسيطة وسهلة. رقم اثنين، ممكن المنشأة تسترجع قيمة مبلغ الاشتراك اللي هو خاص في صندوق المعاشات أو هيئة المعاشات، يعني اللي هي بتدفعه كل شهر قيمة تأمينات عن المواطن ممكن تسترجع المبلغ كاملا كل شهر بشهره. نعم. ثلاثة، نحن عندنا المنشآت اللي بتحقق 3 أضعاف المستهدف، يعني إذا كنا نحن نقول 2% تزيد كل سنة، هي بتزيد 6% وتترقى بشكل تلقائي للفئة الأولى. شو يعني بتترقى؟ معناته بتحصل على خصم 80% من قيمة رسوم التصاريح في المنشآت. نعم. وهذه طبعا تكون مبالغ كبيرة بلا شك من التوفير اللي بتوفره. بلا شك. سعادة